نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في حال ديما. اليوم ان شاء الله كأول فيديو من بعد رمضان ومن بعد عيد الفطر. نتمنى انكم تكونوا دوزتوا رمضان بخير وعلى خير، وحتى مناسبة عيد الفطر نتمنى الناس اللي استضفوا الحباب والصحاب يكونوا دوزوا هذه المناسبة بأحسن الأحوال. شكرا بزاف على التعليقات ديالكم على الأطباق اللي شاركت معكم واللي جربتوا، لا سواء بمناسبات شهر رمضان او لا بمناسبة اول ايام عيد الفطر، من مين كورسز او الاطباق رئيسيه، لي ديسير، لي زونتري، كل الوصفات، لا سواء الوصفات الملحه او الوصفات الحلوه. الناس اللي جربوا الوصفات ديالي اللي شاركت معكم في القناه وخلوا لي تعاليق على النتيجه كي كانت، شكرا بزاف على كلامكم الطيب، شكرا بزاف على الثقه اللي كتعطيو الوصفات اللي كنشارك معكم وكتجربوها والهليحه شمنه. وكنتمنى دائما انني نشارك معكم وصفات اللي تكون دقيقه مضبوطه ويكون النتيجه ديالها مضمونه وبطبيعة الحال أنها تنال الإعجاب ديالكم. فاليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة جد مميزة كما عودتكم على قناتي شهوة دار المخزن، وصفة حصرية على القناة عندي ولأول مرة في اليوتيوب. الوصفة ديال اليوم هي تخت بقلاوة مويلوز أو تورتة البقلاوة اللي كتكون مويلوز بحال مويلو اللي كناكلو بالشكلاط، كتكون رطبة جد مميزة. وصفة اللي كتجمع ثلاثة الأنواع ديال الحلويات في حلوة وحدة، كتشوفوها كتجي مورقه بلا بات فيلو، عوض انكم تخدموا بلا بات بريزي ولا لا بات سابلي ولا لا بات سكري ولا لا بات فيتي اللي كيكونوا شويه بالنسبه لبعض الناس صعاب في الخدمه في الدار، وملي كتشريوهم من برا ما كيكونوش بنفس الجوده اللي كيكونوا مخدومين بها في الدار. هذه تورته اللي كتجي غزاله بلا بات فيلو، من الداخل كتجي مويلوز بواحد النكهه وبواحد المذاق جد مميز. الناس اللي غادي يذوقوا عندكم هذه التورته كونوا على يقين غيطلبوا منكم المكونات، والناس اللي غادي يجربوها غادي يرحموا ليا الوالدين. معايا حتى الاخير ديال الفيديو باش نشوفوا المكونات وطريقه تحضير تخت بقلاوه مويلوز. اول مرحله في تحضير هذا الكيك هي العقده بالشوكولات. بالنسبه للعقده ديال اللوز بالشوكولات غادي نحتاج لها، عندي هنا 220 غرام ديال اللوز بودر. كان عندكم اللوز في الدار كتاخذوا اللوز كتخويو عليه الماء طيب وكتفسخوه وكتنشفوه واحد شويه تخليوه ينشف وكتخدموا به. من بعد تقدروا تخليوه هكذاك حبات كبار حيت من بعد هاد المكونات كاملهم غادي يطحنوا. ولا توفرتوا على بودره اللوز راه كتباع في المحلات التجاريه ولا عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. انا هنا في هذه الحاله كان عندي واحد الكميه ديال تقريبا 150 غرام ديال اللوز مفسخ هكذاك على شكل حبات كبار، خديتو طحنتو وكملت الكميه ديال 220 غرام بالبودره ديال اللوز اولا اللوز بودر. كما قلت لكم الا عندكم اللوز هكذاك مفسخ خليوه صحيح حيت من بعد غادي تطحن كلشي. غادي ندير هذا اللوز في الروبو، غادي نزيد عليه 180 غرام ديال الشكلاط الابيض. انا هنا خدمت بشكلاط فالغونا، خدموا سواء فالغونا او لا فانوفا او لا كالبو، ثلاثه انواع ديال الشكلاط في المغرب اللي من احسن انواع الشكلاط، هما اصلا انواع بلجيكيه. رقم واحد هو فالغونا، ما توفرتوش عليه خدموا فانوفا او لا كالبو. الا بغيتو النكهه ديال الشكلاط، الا بغيتو غير تعديو ولا تدمقوا نتوما كتخدموا باي نوعيه بغيتو. الا بغيتو نسمه ومذاق زين ديال الشكلاط ونتيجه اللي كتكون ناجحه 100% فالغونا فانوفا او لا كالبو. غادي نزيد هذه الكميه ديال الشكلاط الابيض على اللوز، غادي نزيد على هذا اللوز والشكلاط 40 غرام ديال السكر سنيده. غادي ناخذ هذه المكونات غادي نطحنهم حتى كيوليو على شكل بودر.
من بعد ما طحنت الشكلاط واللوز والسكر مع بعضياتهم كيولوا هكذا على شكل بودر كيطحنوا كيتنيلوا مليح. غادي نخلي هذا الخليط على جنب وندوز للسوائل. بالنسبه للسوائل غادي نحتاج عندي قشره ديال تشينا او البرتقاله، حبه ديال الليمون محكوكه كله كيسميه. غادي نخدمها مع 100 غرام ديال السكر سنيده. غادي ناخذ هذا السكر نديرو في زلافه، السكر غادي نزيد عليها هذه القشره ديال تشينا محكوكه، وغادي نفرك بيديا هذه القشره مع السكر باش كتخرجوا كاع ديك الريحه والنكهه ديال التشين، واهم حاجه داك اللون الزوين اللي كيكون في القشره ديال التشين اللي كيكون هكذاك اورانج. من بعد ما خدمت السكر سنيده والتشين حتى ولاو هكذا كتشوفوا اللون ديالو كيتبدل، القشره ديال التشين كتطلق داك اللون اورانج ديالها وكتصبغ هذاك السكر ملون طبيعي وكتطلق الريحه ديالها. غادي ندوز دابا باش نبدا نزيد في البيض. عندي هنا 5 الحبات ديال البيض بدرجه حراره المطبخ. ضروري تجبدوا البيض من قبل من الثلاجه قبل ما تخدموا به. غادي نزيد هذا البيض على السكر والقشره ديال التشين وحده بوحده، ومني تكونوا كتزيدوا البيض حاولوا تخدموا بالزربه حيت البيض الا حطيتوه على السكر كيتحرق، السكر كيحرق البيض. بطراب كهربائي غادي نطرب البيض السكر والقشره ديال التشين حتى كينسجموا مليح وكتحسوا بهم انهم طربوا مزيان. من بعد ما نسجم وتطرب مليح البيض والمكونات الاخرين غادي نزيد عليهم 50 مليلتر ديال زيت زريعه ديال العنب او العلفه ديال العنب. انا شخصيا كنفضل نخدم لي كيك بزيت ديال بحال زيت لافوكا او زيت البذور ديال العنب ولا العلف ديال العنب، توفرتو على هاد الزيوت كان احسن. كتجي الكيكه كتجي صحيه ما امكن. الا ما توفرتوش عليه تقدروا تعوضوا هاد الزيت هذا بزيت الروميه او زيت المائده. هاد الزيت هذا ديال العنب اولا ديال العلفه ديال العنب انا كنشريه من كارفور كيكون في قراعي كبار. هذا هو الشكل ديالو كيتباع هكذا قراعي كبار. غادي نزيد على هاد 50 مليلتر ديال الزيت 50 مليلتر ديال العصير ديال التشين اولا العصير ديال البرتقال، وغادي نعاود نطرب بالطرب الكهربائي حتى كينسجم المكونات مليح. من بعد ما طربت الخليط غادي نزيد قبزه ديال الملحه غير شويه، وغادي ندوز باش نخلط المكونات الناشفين مع بعضياتهم، عاد نقدر نزيدهم على المواد السائله. بالنسبه للمواد اللي ناشفين غادي ناخذ الخليط ديال اللوز والشكلاط والسكر، غادي نزيد عليه 50 غرام ديال مايزينا اولا ديال النشا، وغادي نزيد عليهم 2 معالق صغار ديال الخميره ديال الحلوه. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم مليح حتى كينسجموا، وندوز باش نبدا نزيد فيهم على الخليط ديال البيض والسكر والقشره ديال التشين. من بعد ما تخلطوا النواشف مع بعضياتهم غادي نزيد هاد المكونات على السوائل ونخلط مليح. كنخدموا بين ماغيس ولا الا نتوما كنتو كتخلطوا اولا كتحركوا في هذا الخليط باش ينسجم وحسيتوا انه فيه كويرات ديال هذاك الدقيق ديال اللوز اولا اللوز ملي كيطحن مع الشكلاط وسميتو كيولي فيه شويه ديال الحبيبات هكذا تكتلات، تقدروا ديروا الطراب اليدوي باش كيتحلوا هذوك الكواري. غادي نحط الخليط على جنب وندوز باش نخدم الورقه ديال الفيلو. من بعد ما سرحت الورقه ديال الفيلو خديت المول فاش غادي نخوي هذا الخليط هذا وحطيتو هنا الوسط. غادي نوريكم هنا ندور باش يبان لكم مليح. كيبان لكم انني خليت من هنا واحد شويه ديال العجينه قياس اللي غادي يطلع مع الجناب ديال هذا المول ويغطي الجناب. نفس الشيء كنديرو بالنسبه لهنا، حتى هو كنخلي فيه شويه ديال العجينه باش حتى هي منين نبدا كنصوب الفيلو في الوسط ديال المول كيطلع الفيلو على الجناب. غادي نقطع نتوما على حسب المول باش غادي تخدموا، كتاخذوا العبار ديال المول باش غادي تخدموا. من بعد ما شكلت العجينه ديال الفيلو اولا الورقه ديال الفيلو على شكل دائري بالقياس ديال المول فاش غادي نخدم، خديت هذا المول فرشت ليه في الوسط ديال ورق الطهي، قطعت دائره بالقطر ديال هذا المول وفرشتها في القاع، ودهنت المول بشويه ديال الزبده من الوسط ومن الجناب. وغادي ندوز دابا باش نبدا نستف الورقه ديال الفيلو في هذا المول اللي غادي ندير فيه لا تارت.
كتاخذوا ورقه بورقه. الا بغيتوا الفيلو يجيكم مورق مقرمش ما يجيش مدقس، كتخدموا ورقه بورقه. غادي ناخذ الورقه الاولى نديرها في المول الداخل، واخا تقطع معليش. من بعد ما سرحت الورقه الاولى غادي ندهنها بالزبده. ملي كديروا الورقه الاولى ديال الفيلو كدهنوها بالزبده، وكتزيدوا عاود الورقه الثانيه وحتى هي كدهنوها بالزبده. غادي نجيب الورقه الثانيه نديرها فوق الاولى وندهنها بالزبده، ونبقى غادي هكذاك. انا في الاخر غادي نقول لكم شحال من صفحه ديال الوراق ديال الفيلو درت في القاع ديال هذا المول باش نبطن لا طارت. ما بين كل كوش ديال الفيلو وكوش كدهنوا، كديروا ورقه كدهنوا، كتعاودوا ديروا ورقه كدهنوا، هكذا كتضمنوا ان لا طارت كتجيكم فيتي بحال لا مصوبه بلا بات فيتي. من بعد ما ساليت الخدمه او الستاف ديال الوراق ديال الفيلو كقاعده في المول اللي غادي نصوب فيه هاد لا طارت هادي، شخصيا كندير فيه 23 ورقه ديال الفيلو باش كتجي مورقه، كتجي بحال البسطيله من الجناب ومن التحت. القطر ديال المول باش غادي نخدم ان شاء الله هاد لا طارت 26 سنتيم. هاد المكونات كيجيو نيشان مع هاد المول هذا في هاد القياس. هادوك الجناب اللي كيكونوا هكذاك مشنتفين وما مقادينش من هاد الحاشيات هادو، فينيتهم دوزت عليهم بالمقصه هكذا باش كيجي شكل مقاد. نتوما بغيتو تخليوها مشعككه خليوها مشعككه. غادي ندوز ناخذ هاد الخليط ديال اللوز. الوقت اللي نتوما كتخليو هاد الخليط اولا هاد لاباغاي ديال اللوز باش كتوجدوا لو فون دو تارت بالورقه ديال الفيلو، كتعطيو فرصه لهداك اللوز انه كيشرب اكبر كميه من السوائل وكيختار الخليط، كيبقاش هكذاك جاري بحال الاول. من بعد ما ديت الخليط وجبته كنحركو مليح حيت بقى مده هو جالس وفيه الخميره خصو يتحرك. غادي نزيد اولا غادي نخوي هذا الخليط في وسط المول. من بعد ما خويت لاباغاي اولا هذه الحشوه ديال اللوز والتشين في وسط الورقه ديال الفيلو، انا سبق لي سخنت الفران على درجه حراره 160، خليته كيسخن من الفوق ومن التحت. غادي ناخذ المول نديرو في الرف الوسطاني، نطفي الفوق ونخلي شاعل عليه غير لتحت ديال الفران. من بعد ما كتبان لكم الطرطه تنفخات وتحمروا لها الجناب ديال لا سواء الورقه ديال الفيلو ولا الحشوه ديال اللوز والشكلاط، وكتكون شاده في راسها ما كتبقاش هكذاك كترطى وكتلعب، كطفيو لتحت كتنزلوا الطرطه لتحت كتشعلوا عليها الفوق وتخليوها تحمر. شكل نهائي ديال طارت بقلاوه مويلوز من بعد ما كطيب وكتحمر، كتجبدوها من الفران كتخليوها في المول ديالها حتى كتبرد تماما، عاد كتحيدوها من المول كتزينوها باش ما بغيتوش. شخصيا كنزينها بشويه ديال السكر الثقيل، كندردرو عليها من الفوق وكندير عليها حبات ديال اللوز مفسخ بلا ما يكون محمر، وشويه ديال القشره ديال التشين اولا البرتقال، كتجي مقرمشه ما تشبعوش منها التقرميشه والتقرميله ديال البسطيله تماما، كتجي بحال وبينها بلا بات فيتي. من الداخل كتجي مويلوز رطبه هشيشه. اما المذاق ما نعاودش لكم المذاق ديال اللوز مع الشكلاط الابيض وبالخصوص ملي كيكون من نوع ممتاز، والنكهه ديال القشره ديال التشين والعصير ديال التشين، كاع هاد المكونات كيعطيو تحفه فنيه للناس اللي غادي يجربوها، متاكده مليار في المية غادي تنال الاعجاب ديالهم وغادي يرحموا ليا الوالدين. اللي زوين في الوصفه اللي شاركت معكم اليوم هو انكم تقدروا تلعبوا بها كيف ما بغيتوا. مثلا عندكم عراضه ولا جايين عندكم ضياف عزاز وبغيتوا كيك ديسير او لا في الكوتي مع كاس داتاي شي حاجه ديال تحمير الوجه وشي حاجه ما دايراش وما مطلياش بها الدنيا، كتصوبوا هكذا بالورقه ديال الفيلو حيت ديزاين جديد ومذاق جديد وكومبينيزون جديده. الناس اللي بغيت يصوبوها غير هكذاك عادي غير فاميليه مع بعضياتهم، بيصوبوها الافراد العائله الكوتي ولا الفطور مثلا، تقدروا تستغناو على لاباط فيلو، ديروا غير لاباغاي او هاد لاباز ديال العجينه ديال اللوز والشكلاط والتشين، كديروها على شكل كيك، كديروها في المول وتدخلوها الفران كطيب على نفس درجه الحراره حتى كطيب، كتجي كيك مويلوز كما درتو لهاد الكيك كيجي رائع. ونتمنى الناس اللي غادي يجربوا هاد الوصفه هادي يردوا عليا الخبر في التعليق ديالهم كي جاهم المذاق ديالها، رغم انني متاكده مليار في المية غادي تعجبكم وغادي ترحموا ليا الوالدين وتشكروني على هاد الوصفه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه حيت صراحه كتستحق التجربه، لا سواء بالفيلو او لا ككيك
عادي مويلوز كتشوفو كتجي كتدوب في الفم رطبه بزاف، ما مسقياش بالعسل ما حتى شي حاجه، هي هكذا كرطبه بوحدها، ما تحتاجوش انكم تسقيوها بشي حاجه. الا عجبتكم لا فيديو ديال تاخت بقلاوه مويلوز ما تبخلوش عليا بلي لايك كومونتير. الناس اللي ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير على كلامكم طيب في التعاليق. نتمنى ان شاء الله القاكم بخير وعلى خير في فيديو جاي مع وصفه جديده على قناتي شيوة دار المخزن. على فشل تاو.